أهلا بالشطورين اللي بفوتوا أول ناس على الحصة. نفتحوا الكاميرا. نتابع ما بدأناه في الحصة الأولى، تصحيح الوظيفة. طبعا صرنا في السؤال رقم 3، وكنا الاسكنديانة في نظر الكاتب شهرة إبراهيم صار معنا. طبعا ماذا قال؟ Oh my God. لحظة شوي بس حتى نفوت على الكتاب. سوف نعود للكتاب. ماذا قال عن السنديانة؟ قال بأن لها شجرة جبلية بعيدة الآفاق وظلال ترحب بمؤتمرات الأهالي السياسية كما ترحب بمدرسات الأولاد. إذا نكتب السنديانة في نظر الكاتب شهرة جبلية بعيدة الآفاق وظلال ترحب بمؤتمرات الأهالي
نكتب الإجابة. وهذه السياسية. كما ترحب في مدرسة الأولاد. هذه الإجابة على السؤال رقم 3. رفيق بعد ما فات معنا عثمان صح؟ وقاسم اوكي. رفيق وعثمان وقاسم مش معنا. نكتب الإجابة على الدفتر. أنهينا الكتابة. نفتح الكاميرا لكي أراكم تكتبون. تمارا، لانا، ريم، جاد، أريد أن أراكم تكتبون. أنا الكاميرا تبعيتي عم تعمل ضوء أسود. أنا كاميرتي عم تعمل ضوء أسود. مين اللي عنده ضوء أسود عم يعمل الكمبيوتر؟ أنا ماي. ماي انت مش شايفة الكلمات؟ نعم، بس انا الكاميرا اذا بفتحها عم تعمل لون اسود. اوكي ما تفتحيها، ما مشكلة، اللي عنده مشكلة بالكاميرا ما يفتحها. قاسم هلا فات معنا. قاسم ليه تأخرت عيني؟ قاسم افتح الكاميرا. نكتب الإجابة. أنهينا الكتابة. ننتقل إلى السؤال الثاني في نوع النص وبنيته الذي أنا طلبت. أنا اخترت من أسئلة في نوع النص وبنيته. نكتب ثالثا أسئلة في نوع النص وبنيته. السؤال رقم 2، استخرج من النص بعض الجمل الإسمية عددا من الأفعال الدالة على حالة، مجموعة من الصفات والصور البيانية على ضوء الإجابات السابقة وبالاستناد إلى غاية لكي تحدد نمط النص. نعم، من يستخرج لي من النص بعض الجمل الإسمية؟ وطبعا بما ان النص هو وصف نلاحظ بان الكاتب يكثر من استخدام ماذا؟ يكثر من استخدام الجمل الاسميه.
من يستفيد الاسمية من النص؟ جملة اسمية. نعم يا سيرين. في إحدى هذه القرى بيت وارث الظل. في إحدى هذه القرى بيت وارث الظل، هي أصل الجملة بيت وارث الظل في إحدى، أصل الجملة بيت وارث الظل في إحدى هذه القرى، ولكن لأن المبتدأ نكرة فتأخر. في إحدى هذه القرى بيت وارث الظل، أصل الجملة موجود في إحدى هذه القرى، جملة اسمية. نعم، جملة اسمية ثانية. ولسن ديانة القرية شهرة جبلية بعيدة الآفاق. في عندي جملة عادي بارك الله فيها بين عارضتين، هذه ماذا نسميها؟ ولسن ديانة القرية بارك الله فيها شهرة جبلية بعيدة الآفاق، هذه الجملة التي تكون مسبوقة قبلها عارضة وبعدها هي جملة اعتراضية، أستطيع أن أحذفها دون أن يتغير المعنى. ولسن ديانة القرية شهرة جبلية بعيدة الآفاق، أنا في عندي جملة اعتراضية، خلينا نكتب ملاحظة. طيب خلينا نكتب الجملة الاسمية، ما هي؟ في إحدى القرى اللبنانية، نعم، بيت وارث الظل، هذه جملة اسمية. ولسن ديانة ضيعتي، يعني الجملة الاعتراضية، بارك الله فيها شهرة جبلية. هكذا وردت. هنا علينا أن نكتب ملاحظة بأن جملة بارك الله فيها هي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، لأننا نستطيع أن نحذفها دون أن يتغير المعنى. هذه تأخذنا إلى أعراب الجمل التي نتعرف على سوف نتعرف عليها إن شاء الله بإذنه تعالى ضمن هذا العام الدراسي. أوكي، في إحدى هذه القرى نصحح الخطأ الوارد. في إحدى هذه القرى وردت جملة بهذا الشكل، بيت وارث الظل ولسن ديانة القرية بارك الله فيها. نكتب هنا ملاحظة، ممكن يروح النت لحظة ويرجع. أوكي، لأنه إيش الكهرباء عندي.
إذن جملة بارك الله فيها جملة اعتراضية لا محل لها من الأعراب لأنها اعترضت الجملة نستطيع أن نحذفها دون أن يتغير المعنى. كل ملاحظة نكتبها تكون مهمة جدا. أنهينا الكتابة. الآن عددا من الأفعال الدالة على حالة، علينا أن نستخرج من النص عددا من الأفعال الدالة على حالة. الأفعال التي تدل على حالة هي الأفعال المضارعة. نعم، من يستخرج لي مثال من النص أفعال تدل على حالة؟ نزلنا في البيت الذي يشرف، فعل يشرف يدل على حالة أيضا. نعم شاهد، طيب ترحب ظلال، ترحب ألا تدل على حالة؟ يساعدنا، تقدم الحلوى. طبعا في عندي يشرف وترحب تدل على حالة. نكتب إذن أيضاً
إني ممن يعجبون بهذا الجو الكروي الأصيل الذي تصفو فيه عواطف الحب وتشتد. تصفو ألا تدل على حالة؟ إذا نكتب تصفو. استخدام الأفعال المضارعة يدل على أن نمط النص هو النمط. يعني هنا نتحدث عن مؤشرات النمط الوصفي، مجموعة من الصفات والصور البيانية الصفات. عندما نتحدث عن الصفات المقصود بها الصفات، في عندي النعت، الحال، والخبر. في كثير ما بيعرفوا انه المقصود بالصفات هذه الاشياء الثلاثة. الصفات خلينا نكتبها ملاحظة تحت مباشرة. الصفات، النعت، الخبر، الحال. يعني علي ان استخرج من النص او نعت او حال او خبر. هذه كلها هي صفات، لانها تبين لنا صفة الشخص الذي نتحدث عنه أو الشيء الذي نتحدث عنه. إذا علينا أن نستخرج من النص نعتا أو حالا أو خبرا. إذا عدنا للفقرة الأولى، صفة، نستخرج صفة. لا يزال في بلاد الجبل رجال ونسوة هن أخوات الرجال في الملمات والمسرات، ولا تزال الضيافة اللبنانية المتصفة بالكرم والمعروف. الضيافة، نعم يا ماريا، الضيافة كلمة اللبنانية صفة، نعت، المتصفة أيضا نعت، المزدانة أيضا نعت، أماكن اللبنانية البعيدة، اللبنانية البعيدة نعت. طيب لما بيقول بيت وارف الظل، في عندي وارف أيضا نعت. طبعا ليس هو الخبر هنا وارف، وارف نعت. بيت وارف الظل موجود في إحدى هذه القرى. فإذا أردنا أن نكتب الإجابة، خلينا ننزل شوي. أنا كتبت الإجابة هون في عندي. هذه الإجابة، الصفات، اللي لونتهم هلأ بالأحمر طبعاً، وكتبت صورة بيانية. ما المقصود بالصور البيانية؟ نكتب ملاحظة. الصور البيانية المقصود بها هي تشبيه، الاستعارة، والكناية. طبعا هيدا بنسميه صور البيانية، علم البيان، تشبيه، الاستعارة، والكناية. قاعدة مهمة جدا لكي نفهم ما المقصود بصور البيانية.
يعني استخرج من النص تشبيها او استعاره او كنايه. طبعا صوره بيان دولار ترحب بمؤتمرات انا في عندي استعاره، لان الظلال لا ترحب. من الذي يرحب عاده؟ الذي يرحب عاده هو الانسان، يرحب بالضيف، لكن الظلال هنا التي هي اشياء لا ترحب. اذا استعار الكاتب الترحيب من الانسان اعطاه للظلال لكي يشخص الظلال يجعلها كالانسان. بس فيك تطلع بس شوي لفوق بعد الافعال الداله على حاله اهو بدي هيك بدي هي تشرف وترحب وتصفو. بنكتب الصفات النعت الحال الخبر طبعا، وبننتقل للجمل اللي انا كتبتها هنا. أنهينا الكتابة. بس إيه خلصت. ماريا معنا، سيرين معنا، بس لأخذ أبل لآخر الوقت. إبراهيم معنا. أوكي. ماي، شهد، تمارا، أسماء، كلنا عم نكتب. أوكي بهيدا الوقت. أنجيلا، عايدة، محمد جزار، لانا، حمادي. مهم جدا أنه نتابع الحصة للآخر، لأنه في تلاميذ بتفوت على الحصة ربع ساعة وبعدين بتظهر. يمكن يكون عندهم سبب، يمكن يكون عندهم سبب راح النات. مين اللي مش كاتب اسمه؟ مين اللي كاتب YMW؟ مين اللي هيدا اسمه؟ ما حدا؟ هيدا عثمان. عثمان هيك اسمه؟ متأكدين عثمان؟ رد علي. ايه انا هلا جيت. طيب لا فاتح الكاميرا ومغير اسمك، انا شو بدي اعرف انك انت عثمان هلا؟ بس هلا هلا انا جيت، والله كان عندي بروبلم بالنت. عندك مشكله بالنت هلا جيت؟ اوكي. هلا انت يا عثمان وحياة الله ورجعت عندك مشكله بالنت. اوكي. ما قادر تفتح الكاميرا؟ والله مس سأل ماريا وماي، انا حكيت. بعرف يا عثمان مش عم لومك حبيبي، بس بدي اتاكد. أنا لأني ما عرفت مين، أنت مغير الاسم، ما عرفت إنه أنت جميل، بدي أتأكد. إيه هلا برجع بحطه، غيرته بالغلط. حط اسمك، الأفضل تحط اسمك حبيبي. فإذا رفيق بس اللي غايب معنا. أوكي رفيق بس اللي غايب. هل أنهينا الكتابة؟ أنهينا الكتابة على الدفتر. طبعا كل التمارين التي نقوم بتطبيقها سواء كانت قواعد أو قراءة لن أرسلها عبر الإيسكول. ورقة العمل ببداية العام الدراسي كنا عم نبعث، لأنه في تلاميذ شو عم يعملوا؟ ما عم يكتبوا على أمل أنه أنا أبعث لهم إياه على الإيسكول، فكرين هيك؟ لا، بتكتبوا مثل ما أنا عم بعطيكم وقت للكتابة، ما حدا يقفي كلمة، لأنه أنا ما حأبعث شيء على الإيسكول تمارين
تمارين أسئلة الضيافة اللبنانية. سامعين؟ واضح؟ واضح. واضح يا شطورين انتم. على ضوء الاجابات السابقه وبالاستناد الى غايه الكاتب، ما هو حدد نمط النص؟ ما هو نمط النص؟ والنمط فاذا نكتب وصف. نمط النص هو النمط الوصفي، وهذه مؤشرات النمط الوصفي. خلينا بس نكتب مؤشرات النمط الوصفي عنا استخدام الجمل الإسمية عنا كثرة الصفات كثرة صور البيانية الفنية وأيضا استخدام هذه مثل قاعدة. قاعدة تامة هذه بدنا نكتبها؟ نعم أكيد. استخدام الجمل الإسمية، كثرة الصفات، كثرة الصور البيانية الفنية، واستخدام الأفعال الدالة على حالة. هذه أربع مؤشرات للنمط الوصفي، مهمة جدا جدا جدا، نحفظها. طيب الآن سوف أنهي التحليل. هل أنهينا الكتابة؟ سوف أعطيكم وظيفة قواعد لنهار الغد، نكتبها الآن على دفتر القواعد. نحضر دفتر القواعد. سوف أعطيكم وظيفة قواعد لنهار الغد ضمن تمارين. تمارين ماذا؟ المجرد والمزيد عندما ننهي الكتابة. يلا هل أنهينا الكتابة؟ أنهينا كتابة القاعدة الهامة؟ في حدا بعد ما خلص؟ أوكي، بما أنه حدا ما حدا قال لي أنه ما خلص، يعني كلنا خلصنا. أوكي نكتب الآن الوظيفة. السؤال رقم 2 على دفتر القواعد. حول الأفعال الآتية من المجرد إلى المزيد ملاحظا اختلاف المعنى. هذا هو السؤال رقم 2، نكتبه على دفتر القواعد. السؤال رقم 3، ما الفرق في المعنى بين، طبعا هنا بكى الولد من الألم وتباكى المجرم أمام ضحيته. لعب الرياضي تلاعب الرياضي بالكرة. نكتب الآن السؤال رقم 2 و3 على دفتر القواعد.
طبعا نترك فراغا بجوار كل كلمة عادة دهشة لعبة. هذه وظيفة لنهار الغد، لن أرسلها عبر الإيسكول. هل سمعنا؟ لن أرسل الوظيفة عبر الإيسكول. نكتبها الآن جميعا على الدفتر. افتحوا الكاميرا لكي أراكم تكتبون. برافو تمارا، برافو سيرين. شو التلاميذ الشطورين الحلوين، أنا شو بدي أحلى من هيك التلاميذ. محمد جزار بدي شوف شوف جمالك يا حبيبي. يلا لانا، يلا افتحي الكاميرا واكتبي السؤال. يس انا كل شيء عم بكتبه على الدفتر، يعني كل شيء بكتب على دفتر واحد. هلا بس هلا هيدا السؤال على دفتر القواعد تمارين المجرد والمزيد. انتبهوا ما حدا يكتب لي اياهم على قراءة او محادثة. بس يعني بدي يكون عندي دفتر للواجبات القواعد. دفتر قواعد عادي، مش احنا اشتغلنا تمارين المجرد والمزيد؟ اشتغلنا السؤال الاول اللي هو الجدول صح؟ تحت مباشرة نكتب هيدا السؤال. نهار الغد دفتر القواعد تمارين المجرد والمزيد. يلا حانزل لأنه بعد في غيرهم. تلاعب أمين الصندوق بالنقود بالقيود، هذه هي الجملة. طبعا عندي في ثلاث جمل نترك لهم فراغ. نعم، أنكر المتهم ما نسب إليه. بس تعال شوي. يلا بس لحظة خليني نطلعهم شوي لفوق. يلا هذا السؤال رقم ثلاثة، يعني عنا بيكون لبكرة اثنين وثلاثة وظيفة.